حاليا لا. انتخابات كنظنش بان انتخابات عندنا شي اهميه فيها، لان الانسان راك عارف كما كيقولوا الناس ليس من القنافد املسوا. عمري ما انتخبت انتخابات، ما عنديش فيها الامال ولا الثقه، لان ما غتفيدك ما تزيدك. حاليا الانتخابات ما كنظنش الشباب، ما كنظنش بان الانتخابات غادي تزيد شي حاجه، لان هذاك الشيء اللي كاين هو اللي كاين. الميساج يجمعوا راسهم ويخليوا شويه الناس الشباب يطلعوا، والناس اللي بغات تخدم يخليوها تخدم، والناس اللي قاريه شويه عندها النيفو. والله حمدتك الله شكرتك مع هذا القوم، هذو راه باقي ما بغوش يفهموا انتخابات بحال ديال الانجليز ولا بريطانيا كما كيقولوا ولا فرنسا ولا داك الشيء، انتخابات نازيه وعندهم مسؤوليه. ما كاينش مسؤوليه لحد الان، يعني البرلماني او لا رئيس الجماعه ولا ما كنشوفوش كينتخب، ما كنشوفوش نهائيا، سيرتو البرلماني ما كنعرفش انا البرلماني كي بقى عمرني ما شفت رئيس الجماعه. وين ضروري ضروري الانتخابات باش متخدم؟ ها يصوتوا علينا والدراري خاصو ضروري بين الحقوق. لا ما متبعش الانتخابات هذا العام اخويا، انا كيبان لي غيكون العزوف. علاش؟ انه هاد الناس ما داروا معنا والو، ما داروا لا مع الشعب لا مع الشباب لا ومالو، كاين شويه التقصير من جهتهم. ما يمكنش الانسان راه اليوم كتقول لي كلمه وغدا تقول لي كلمه وغدا، اللي ما غتعطاش للحزب الاغلبيه راه ما غيكون والو. لا ما متبعهمش وما باغيش نتبعهم. علاش؟ حقاش ما كنشجعش السياسه ديال المغرب، حقاش ماشي الديمقراطيه، حقاش كيطلعون الترشيح غير اللي ما عندهمش المستوى ديال السياسه. الله يهديهم ويهديهم على الشعب وصافي. هادشي اللي كنبغي نقول لاي مسؤول. ويلي هاد العام كاين شي انتخابات بعدا، واخا تنتخب على من انتخب شي ما غتربح والو، ما كينفعونا بوالو، كاين لا حقوق ما كاين حتى شي حاجه. البلاد هادي راه غادا اللور اللور، ما شفنا حتى شي حاجه، ما بغينا والو، حنا بغينا نهاجروا، حول لينا البيبان من عجبك. انا الاول ها غير كيبغى نحقق، بغى نسوفي راسي وسوفي دارنا، شنو بقى ندير انا؟ قتلوا فيا، كاين لا خدمه لا والو، بنادم كاع مشرد بنادم، كاين شي واحد اللي ربح شي حاجه، اغلبيه مشردين، وبغيناهم يديروا معنا شي حل هنا. صوبوا لي باسبور انا خويا البلاد هادي عمر بقى يشوفوا فيه، والله ما يشوفوا كمار شي واحد قرب شي زودياك، انا ما كرهتش شي زودياك واحد قرب شي زودياك. دابا قلت لك نزيد